طيب احنا كنا نوهنا كابتن فتحي من بدايه الحلقه ان هيكون متواجد زميلنا اللي بيلازم النهارده بعثه النادي الاهلي في الخرطوم. وصلوا طبعا يعني من شويه اكتر فاروق صلاح زميلنا من الخرطوم من مقر اقامتهم في الفندق علشان يعرفنا اكتر عن تفاصيل الرحله من وقت تحركهم للمطار مطار القاهره الى ان وصلوا بسلامه الله طبعا للسودان. برحب بيك يا فاروق والف حمد لله على السلامه. كل التحيه ليكي زميلتي العزيزه سهام صالح، كل التحيه للكابتن فتحي نصير طبعا، والتحيه للزميل العزيز الكابتن هاني رمزي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بنرحب بيك طبعا ونقول لك الحمد لله على السلامه يا فاروق. عايزين نعرف يعني كذا حاجه، ويعني ان شاء الله تطمنا الاول على بعثتنا. اليوم كان عامل ازاي؟ احنا عارفين كان في تدريب صباحي، عايزين نعرف منك اليوم كان ماشي ازاي لحد وجودك دلوقتي في فندق اقامه بعثتنا. سمعنا؟ اوكي. فاروق طيب يمكن في يعني عطله من المصدر، بس هنرجع اكيد لفاروق تاني. هم وصلوا طبعا النهارده واكيد الرحله طبعا مش شاقه، يعني انت عارف قرب المسافه بين البلدين. عارف كابتن اكيد. اتفضلي. لا اتفضل انت. كان طبعا وصلهم النهارده، وحضرتك عارف الطبيعي كان يبقى في التدريب الاساسي دايما بيبقى ليله المباراه، احنا هنلعب المباراه يوم السبت، المفروض كان يوم الجمعة، لكن بكرة إن شاء الله النادي الأهلي هيتمرن على ملعب المباراة، لأن طبعا يعني سان داونز هيلعب مع الهلال. دلوقتي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وصول البعثة، حضرتك شايف إيه الحاجات اللي تتعمل خلال ال 48 ساعة دول المهمة جدا؟ أنا أعتقد على المستوى الإداري، على كمان المستوى الفني، إيه المهم جدا والنقطة اللي يركز عليها موسيماني خلال ال 48 ساعة دول عشان يوصل اللعيبة لقمة التركيز وقمة كمان عايزين نشوف بصراحة شكل زي فيتا كلوب، يعني عملنا مباراة كبيرة جدا فعايزين نشوف نفس الصورة. ال 48 ساعة دول المدير الفني يشتغل فيهم ازاي؟ طب نمرة واحد، هو هيكون فرحان بمباراة فيتا كلوب وعاوز يعيدها تاني، فهيعيدها مع اللعيبة. صح. فاللعيبة هتبقى عندها ثقة فيه لأنهم جربوه قبل كده ونجحوا وقدوا مباراة على مستوى. معلش فاروق رجع لنا مرة تانية. فاروق رجعنا معاك تاني. كل كابتن هاني وكل التحيه. هعيد برضو السؤال عليه. كل التحيه ل استنى بيروح. اتفضل يا كابتن هاني. عايزين نطمن على بعثتنا، كان يوم طويل بداية من التدريب في ملعب مختار التتش للوصول طبعا للخرطوم، عايزين نعرف الاجواء وعايزين نعرف اليوم مشي ازاي مع فرقتنا لغاية ما متواجدين دلوقتي معاك في فندق الاقامه. طبعا في البدايه برحب بيك يا كابتن هاني وكل التحيه للزميله العزيزه سهام صالح والكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت طبعا كان يوم طويل لفريق النادي الاهلي، يعني من بدايه التدريب اللي كان اقامه الجهاز الفني للنادي الاهلي على ملعب مختار التتش ثم التحرك لمطار القاهره، كان تواجد اللاعبين في تمام الساعه الثانيه والنصف في استاد القاهره قبل موعد اطلاع الطائره بساعه ونصف. طبعا من النقاط المهمه جدا اللي يعني انا سمعت كلام الزميله العزيزه سهام صالح والكابتن فتحي نصير على شخصيه اللعيبه الكبار في النادي الاهلي، مش عايز اقول ان هو بدا من مطار القاهره، لا يعني الجلسات اللي وليد سليمان، الشناوي، سعد سمير، رامي ربيعه، مروان محسن، ايمن اشرف ودورهم الكبير وعمرو السوليه، جلسات التحفيز والجلسات اللي بتبقى ما بين اللاعبين، ودي نقطة مهمة جدا، دور اللعيبة الكبيرة في النادي الأهلي وشخصيات لعيبة النادي الأهلي في الحديث عن اللقاء، أحاديثهم طبعا مع اللاعب الناشئ أحمد نبيل كوكا، الأحاديث اللي ما بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني وكابتن وليد سليمان مع بدر بنون، رامي ربيعة، أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر ومجدي قفشة، علاقة بتدل على حالة التواصل والحب اللي موجودة سواء من اللعيبة الكبار أو اللعيبة
اللعيبه يعني اللعيبه الموجوده في فريق النادي الاهلي. طبعا استقلال فريق النادي الاهلي للطياره كان في تمام الساعه الرابعه، كان الوصول لمطار الخرطوم في تمام الساعه السادسه والنصف. ان النقاط المهمه جدا يعني تقدر تقول مظاهره حب كانت في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي لدى وصولنا الى مطار الخرطوم. خليني اقول لك من النقاط المهمه جدا ان النادي الاهلي تم استقباله في الصاله الرئاسيه للتشريفيه، ودي الخاصه بكبار الزوار. كان في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي معالي السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، والنائب رئيس نادي المريخ السوداني علي أبشر، ولفيف من المسؤول السفارة المصرية ومسؤول المريخ السوداني اللي كانوا حريصين أشد الحرص على استقبال النادي الأهلي في صالة كبار الزوار. وكان ليا حديث مع معالي السفير ونائب رئيس المريخ السوداني، قال قيمة النادي الأهلي كبيرة، احنا فرحانين بوجود النادي الأهلي، والنادي الاهلي احد الكبار القاره السمراء، وشعب السودان كله النهارده سعيد جدا بتواجد النادي الاهلي. ثم كان يعني التحرك من مطار الى الفندق اللي بيبعد عن المطار ب 15 دقيقه، يعني عايز اقول لك ان هو فندق في مكان اكثر من رائع يا كابتن هاني. وبالمناسبه هذا الفندق تم افتتاحه عام 2013، واول فريق نزل في هذا الفندق كان فريق النادي الاهلي عام 2013 في المباراه الوديه التكريميه اللي اقيمت ما بين الاهلي والمريخ، وكانت انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. عايز اقول لك واطمنك على حاله اللاعبين اثناء رحله الطيران. تعرف يا كابتن هاني طبعا حضرتك انت يعني والكابتن فتحي نصير يعني يعلم الكثير من هذه الامور. لعيبه النادي الاهلي طبعا بتتفرج على الفيديوهات الخاصه باللقاءات الاخيره لفريق المريخ السوداني سواء امام سيمبا او فريق فيتا او اللقاء الاول اللي جمع ما بين الاهلي والمريخ السوداني هنا في القاهره. مستر بيتسو موسيماني من اول ما ركب الطائره لحد يعني موعد هبوط الطائره قاعد بيتابع كل كبيره وصغيره لفريق المريخ السوداني، بيقف على نقاط القوة ونقاط الضعف، اتفرج على يعني فيديوهات كتيرة جدا لفريق المريخ السوداني، مش مباريات فقط في دوري أبطال إفريقيا لكن مباريات أيضا في الدوري السوداني. الراجل قاعد بيذاكر بيحضر للقاء، طبعا زي ما اتكلمنا على دور اللاعبين الكبار. النقطة الأهم بقى كابتن هاني جمهور النادي الأهلي، يعني جمهور النادي الاهلي اللي كان جماهير غفيره موجوده لدى وصولنا لمطار الخرطوم، الجميع بينادي اهم هم ابطال افريقيا هم، والهتاف اللي بعديه افريقيا يا اهلي، يعني مظاهره حب ايضا من جانب بعض جماهير السودانيين الموجودين اللي ايضا عارفين وعارفين قيمه ومكانه النادي الاهلي، كانوا في قمه السعاده بوجود النادي الاهلي. يعني لدى وصولنا لمطار الخرطوم الجميع بيتساءل وبيسال على محمد الشناوي، يعني افراد الامن المتواجدين في مطار الخرطوم الجميع بيسال فين محمد الشناوي فين محمد الشناوي. اكثر اللاعبين اللي بيحظى بشعبيه كبيره جدا في هنا في السودان طبعا محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشه وكابتن وليد سليمان. عايز اقول لك ونقطه مهمه جدا، يعني احنا موجودين في بلدنا الثانيه، يعني خليني يا كابتن هاني اقول لك احنا موجودين في بلدنا الثانيه، حسن الاستقبال حسن الضيافه مصر والسودان، واحنا بناكد على هذا الامر عمق العلاقه اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب السوداني، وبتجمع ايضا ما بين النادي الاهلي ونادي المريخ. كابتن سيد عبد الحفيظ وجلساته والكابتن سمير عدلي مع مسؤولي نادي المريخ اللي يعني كانوا حريصين اشد الحرص على التواجد مع مسؤولي النادي الاهلي، تذليل كل العقبات، يعني واقفين على كل الامور بيتابعوا كل كبيره وصغيره. من يعني نقطه بقى كابتن هاني وحضرتك قاعد مع كابتن فتحي نصير، حديث وجلسه من اهم الجلسات كابتن سمير عدلي، وانت عارف ان الكابتن سمير عدلي بيملك الكثير من الحواديت والاسرار الخاصه بالنادي الاهلي او المنتخب المصري. جلسه وديه جمعت ما بينه وما بين معالي السفير حسام عيسى، اللي عايز اقول لك يعني هو صرح ان هو اهلاوي وهو بشده يعني بيشجع النادي الاهلي من زمان. معالي السفير قعد يعني تبادل اطراف الحديث مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق والكابتن سمير عدلي. وطبعا يا كابتن هاني والكابتن فتحي نصير حضرتك عارف ان الكابتن سمير عدلي ملك الدعابه وعنده الكثير والكثير من الامور والكثير جدا من الحكايات الخاصه بالنادي الاهلي والمنتخب المصري. صحيح. يعني لدى وصولنا للفندق تناول لاعبي النادي الاهلي وجبة العشاء، ثم سريعا استقل يعني كل لاعب خلاص صعد إلى غرفته، تركيز تام، اليوم انتهى، هنبدأ يوم جديد غدا بمشيئة الله بإذن الله. فاروق أنا عايزة أتكلم في نقطة، يعني أنت لابس بنص كم، طمنا على الأجواء وقول لنا النهاردة يعني استعدادات بقى التمرينة الأخيرة إن شاء الله قبل مواجهة المريخ عاملة إزاي؟ طمني الأول عن الجو، وحاسة إنه حر جدا يا فاروق.
يعني هي درجة الحرارة زميلة العزيزة سهام، درجة الحرارة بتتراوح ما بين 33 ل 35، يعني هي درجة الحرارة الجو درجة الحرارة شديدة جدا، لكن نسبة الرطوبة ممتازة جدا، يعني نسبة الرطوبة يعني كويسة جدا، ما فيش يعني نقص الأكسجين مش موجود تماما مقارنة يعني الجو درجة الحرارة عالية جدا، كونغو قليلة بالظبط، لذلك يعني بالظبط نسبة الأكسجين في الكونغو أقل، لكن هنا في السودان يعني نقدر نقول الجو افضل بكتير جدا طبعا من اجواء مباراه الكونغو. من الامور المهمه جدا ان كان مستر بيتسو موسيماني كان حريص اشد الحرص خلال الفتره الماضيه ان توقيت تدريب فريق النادي الاهلي كان دايما بنشوفه في 8 الساعه العاشره صباحا، وتعرض اللاعبين لدرجات الحراره في توقيت في التوقيت ده بالظبط كانت بتبقى درجات حراره عاليه، دي هتتلائم طبعا مع توقيت اللقاء اللي هيقام في الساعه الثالثه. طبعا في من النقاط المهمه جدا ان تم تغيير موعد لقاء فريق سان داونز والهلال السوداني، كان من المقرر اقامته في الساعه السادسه يوم الجمعه، تم تغيير الميعاد الى الساعه الثالثه، وبالتالي تم تغيير موعد تدريب فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي غدا ان شاء الله هيتمرن او تدريبه الاساسي على استاد الجواره الزرقاء، هيكون في تمام الساعه الواحده ظهرا. تفاصيل اليوم هيكون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره، ثم المسحه الطبيه اللي هي قبل اللقاء ب 48 ساعه هتكون في تمام الساعه العاشره والنصف. محاضره فنيه المستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه الثانيه عشره ظهرا، قبل التحرك الى ملعب الجواره الزرقاء اللي يعني بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني ب 20 او 25 دقيقه. المران هيكون في تمام الساعه الواحده. عقب المران يعني هتبقى وجبه الغداء في تمام الساعه الثانيه والنصف ظهرا، ووجبه العشاء هتكون في تمام الساعه السابعه. خليني اكد بس على بعض النقاط المهمه، يعني اثرت هذا الامر يا سام كابتن سيد عبد الحفيظ ودور اللعيبه الكبار، قلت ان هو من بدايه رحله الطيران او من المطار الجلسات اللي ما بين اللاعبين ودور وليد سليمان ودور الكابتن محمد الشناوي وايمن اشرف وسعد سمير، ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ، العمليه تنظيم العمليه الاداريه ودور كبير جدا يعني بيقوم به الاستاذ خالد الدردلي امين الصندوق ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي، ويعني في خطوط اتصال مفتوحه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي تابع كل الامور وتابع كافه الامور الخاصه بتفاصيل اليوم غدا. يعني الكابتن محمود الخطيب متابع كافه الامور وواقف على كل التفاصيل حتى تغيير مواعيد التدريب، الكابتن محمود الخطيب على علم بيها. في خطوط اتصال مفتوحة مع الأستاذ خالد الدرندلي مع الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي متابعة كل الأمور. الدور المهم كمان دور جمهور النادي الأهلي اللي هم موجودين معنا هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، يعني دقايق فاتت كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين يشجعوا التقاط الصور التذكارية فاروق. بمناسبة الجماهير يا فاروق والحماس، بمناسبة الجماهير وانت قلت في جماهير كتيرة، يعني جماهير النادي الاهلي متواجدة حتى في المطار بتستقبل النادي الاهلي. لما اتكلمت مع سعادة السفير يمكن كان وصل لنا اخبار ان عدد الجماهير او مسموح لعدد جماهير بحضور 1000، هل في كلام عن هذا الامر؟ هل هيكون في حضور جماهيري؟ هل في عدد معين لدخول الجماهير؟ هل ممكن جماهير النادي الاهلي المتواجدة دلوقتي في السودان تكون ليها دور داخل الملعب وتكون متواجدة في الملعب؟ بالفعل يا كابتن هاني كلام مظبوط، بالفعل يعني كان الكلام من سفير حسام عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بالسودان بالعدد الجماهير اللي تم تحديد انه هيكون موجود من قبل جماهير المريخ السوداني، هم العدد بالظبط 1000 مشجع هيكونوا ما بين 500 من افراد الالتراس المريخ السوداني و500 مقسمين لباقي جماهير المريخ السوداني. النادي الاهلي كما يعني كابتن سعد عبد الحفيظ قال المعامله، هم قالوا المعامله بالمثل زي ما النادي الاهلي سمح بوجود بعض الجماهير من افراد المريخ السوداني في المباراه الاولى ما بين الاهلي، بالفعل تم السماح هيتم السماح لعدد من جماهير النادي الاهلي، اعتقد هيكون ما بين 100 ل 200 فرد من جمهور النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين. عايز اقول لك يا كابتن هاني ان العدد يعني 100 او 200 ولكن حاله الحماس وحاله التشجيع والحماس الشديد اللي احنا شايفينه في وجوه كل الجماهير ان شاء الله يطمن، واطمنك على حاله اللاعبين ان شاء الله نعمل مباراه كويسه بمشيئه الله ونحقق الفوز في هذا اللقاء. اخر حاجه فاروق معلش كابتن هاني، عايز اتكلم على الاجراءات الاحترازيه واللي انت شفته بعينك يا فاروق، هل مطبقه بالشكل الافضل ولا يعني في اي حاجه؟
لا بالظبط، انا يعني زميلتي العزيزه سيام صالح، انا عايز اقول لك ان خلينا نتكلم في شقين، شق بيبقى خاص بالنادي الاهلي وشق بالبلد اللي انت بتبقى مقيم فيه. الشق الخاص بالنادي الاهلي، النادي الاهلي اكثر الانديه، ودي احنا انا يعني احنا بنقولها دايما شهاده حق، النادي الاهلي اكثر الانديه اللي بتطبق الاجراءات الاحترازيه. كابتن سعد عبد الحفيظ الجهاز الاداري والجهاز الفني في النادي الاهلي حريص اشد الحرص على الاجراءات الاحترازيه هناك. يا فاروق هناك لما وصلتوا انا بتكلم على الاجراءات الاحترازيه والتباعد في مقر اقامه الفندق في المطار، يعني انت شفته ازاي بعينك، رصدته ازاي، هل بيتم بشكل يعني ايجابي ولا في اي يعني تجاوز، اي حد مش ملتزم بموضوع التباعد الاجراءات الاحترازيه، انت اللي شفت ايه؟ لا خليني يعني اقول لك الامر الخاص بيه العزيزه سهام في النادي الاهلي في التزام تام من قبل بعثه فريق النادي الاهلي. من الممكن ان ما يكونش في بعض الافراد المتواجدين طبعا في المطار او متواجدين في مقر اقامه الفريق او في الاماكن المحيطه بالاستاد، ممكن ما يكونش في التزام بالاجراءات الاحترازيه نظرا لان نسبه الكورونا هنا اقل بكتير جدا، يعني نسبه الكورونا في السودان يعني نسبه قليله جدا نسبه للارقام في باقي الدول، والسودان من الدول نسبة الكورونا فيها على مستوى القارة الأفريقية نسبة تكاد تكون ضئيلة جدا. لكن الأمر الثاني اللي هو الخاص بالنادي الأهلي إن الكابتن سيد أو اللاعبين في التزام تام بالتباعد الاجتماعي، حتى يعني وده يعني إجراء متبع للنادي الأهلي سواء في المباراة في القاهرة أو خارج طبيعي. مصر إن كل لعيب بيبقى في غرفة لوحده الأفراد، حتى يعني عايز أقول لك نقطة مهمة جدا، إحنا البعثة الإعلامية المرافقة لفريق النادي الأهلي كل فرد موجود في غرفة، ده كان يعني حتى معالي السفير حسام عيسى كان حريص أشد الحرص على هذا الأمر إن يكون في إجراءات احترازية خاصة ببعثة فريق النادي الأهلي. من الممكن يكون في بعض الأمور بس دي بتبقى بعيدة شوية عن فردية فريق يعني. النادي الأهلي ممكن كانت أجواء شوية في المطار. طيب فاروق آخر سؤال عشان أسمع منك وكمان هسأل الكابتن الكبير فتحي نصير عليه، هل خلال متابعتك للنادي الأهلي الفترة اللي فاتت هل في ملامح لتشكيل فريق النادي الأهلي أمام المريخ ولا لسه الأمور ممكن تتضح بشكل أكبر بكرة في التمرين أو بعده؟ رصدت حاجة زي ديت من خلال متابعتك لفريق النادي الأهلي؟ طبعا يا كابتن هاني حضرتك عارف على مدار الفترة الماضية كان في مجموعة كبيرة جدا من لاعبي النادي الاهلي موجودين مع المنتخب الاول ومجموعة موجودين مع المنتخب الاولمبي. مستر بيتسو موسيماني لجأ ان هو يستعين بمجموعة من الناشئين، ما قدرش من خلال الفترة دي ان هو يحدد التشكيل اللي هيلعب بيه اللقاء، لكن يعني حتى المران الاول اول مرة الفريق يتجمع بالكامل كان المران اليوم اللي كان في مختار التتش، لكن اعتقد بنسبة كبيرة جدا ملامح التشكيل او الطريقة اللي ممكن يلعب بها مستر بيتسو موسيماني هتكون غدا بمشيئة الله ان شاء الله في المران الرئيسي اللي هيكون على ملعب الجوهرة الزرقاء. لكن تقدر تقول ان يعني كل العناصر يعني لو بتتكلم في حراسة المرمى سواء الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير، خط الدفاع بدر بنون ياسر ابراهيم، هو اكيد بكره يا فاروق طبعا هو الشكل الفني اكيد هيخص مستر موسيماني، واكيد بكره هتتضح الملامح بشكل كبير، بكره اعتقد التدريبه هتكون على ملعب المباراه، فمع متابعتنا وجودك معانا في البيت الكبير اكيد هنعرف تفاصيل اكتر عن التشكيل وكمان اخبار فرقتنا بكره اليوم هيكون ازاي. بنشكرك شكرا جزيلا على تواصلك معانا وباذن الله على تواصل كمان بكره نعرف اخبار بعثتنا وفرقتنا.